ثلاثة من الجرامر الملخص هنكملها مع بعض بزمنين تانيين او مقارنة مع زمن هنشوفها النهاردة ايه اللي معانا. اول زمن الماضي البسيط، واللي لسه ما اتفرجش على الحلقتين اللي قبلهم يشوفوا من الاول بعد كده يشوف التكملة بتاعتهم. زمن الماضي البسيط، زمن ايه؟ الماضي البسيط. الباست سيمبل تينس زمن الماضي البسيط بيتكون معايا من ايه؟ دي او اي دي او اي اي يبقى اخره دي يبقى اخرها دي او اي دي او اي اي دي. طب امتى بحط دي؟ لو لقيت الفعل اصلا اخره اي زي بيك كده بزود له دي بس. طب لو ما فيش في اخره اي بحط له انا اي دي. طب لو في اخره واي واللي قبلها ساكن بحذف الواي بحط ايه؟ اي اي. تمام جدا. طب ايه هي كلمات الماضي البسيط يا تيتشر؟ كلمة امس عندنا yesterday، امس يعني yesterday. كلمة الماضي last، الماضي last. منذ ago، منذ ago. yesterday last ago، yesterday last ago. once، once. كلمة ذات مرة يعني once. طب كلمة في الماضي in the past، in the past. في كلمة في يوم ما one day، يبقى yesterday last ago once in the past one day. دي كلمات الماضي البسيط اللي انا لو شفتها اعرف ان انا في زمن الماضي البسيط. يبقى ماضي بسيط بميزه بحرف الدي، بميزه بحرف الدي. واخر حاجتين سؤال الماضي بكلمة did، سؤال الماضي بكلمة did ونفي الماضي بكلمة didn't. اهي وكاتبها لكم هنا كمان، سؤال الماضي بكلمة did ونفي الماضي بكلمة didn't. والاتنين بيجي بعدهم مصدر طبعا زي did he play او he didn't eat. يبقى سؤال الماضي بكلمة did، سؤال الماضي بكلمة did ونفي الماضي بكلمة didn't، نفي الماضي بكلمة برافو عليكم. يبقى كده عرفنا كمان الماضي البسيط، لخصناه في دقيقتين بالظبط، ان هو هميزه بحرف الدي. ماضي دي، ماضي دي، ماضي دي. يبقى الماضي بحرف الدي معروف، بضيف له دي او اي دي او اي اي دي، وقلنا الحالات بتاعت كل فعل فيهم. كلمات الداله بتاعت قلنا yesterday last ago، yesterday last ago، yesterday last ago، yesterday last ago. Once in the past، one day، once in the past، one day، yesterday last ago، yesterday last ago، yesterday last ago. Once in the past one day، تمام. وقلنا في الاخر سؤال الماضي بكلمة did، سؤال الماضي بكلمة did ونفي الماضي بكلمة didn't، نفي الماضي بكلمة didn't. تمام كده لخصنا الماضي البسيط. تعالوا ناخد زمن تاني معاه في نفس حلقات التلخيص. هلملكوا النهارده في الزمن ده كل الافعال الناقصة اللي بيجي وراها مصدر سادة مفهوش زيادة. ايه هما؟ الكلمة بالنفي بتاعها should shouldn't، must mustn't، may might، will would، can could، let's going to. طب ايه الشفرة الجديدة دي او ايه فكرة التلخيص دي يا تيتشر سمر؟ جبت لكم كل الافعال الناقصة اللي بيجي وراها الفيرب ايه؟ انفينيتيف، مصدر سادة مفهوش مصدر سادة مفهوش يعني مصدر بدون اضافات. تمام جبناهم كلهم في حاجه واحده هنقولها دلوقتي، الكلمه بالماضي بتاعها او النفي بتاعها او should shouldn't must mustn't may might will would can could let's card going to، let's card going to. تمام يبقى should shouldn't must mustn't may might will would can could let's card going to، let's card going to. تمام ايه دول اللي هم السمر او ايه الشفره الجديده دي؟ ان كل المجموعه دي بيجي وراها مصدر ساده مفهوش زياده.
طبعا ثبتوها بالسكرين وتحفظوها علشان بتقابلكم كتير، بس احنا كلنا بناخد كل واحده منفصله بنتلخبط. انا جمعتهم كلهم عشان تبقى سهله بالنسبه لكم، وكلهم بيجوا وراهم مصدر ساده ما فيهوش اي اضافات. تمام. طيب ايه القاعده الاخيره عشان تبقى الحلقه دي اكملت لنا ثلاث افكار من الجرامر؟ ميني ماتش انف، ميني ماتش انف. ميني بيجي وراها كلمه جامع، ميني بيجي وراها كلمه جامع، وماتش بيجي وراها كلمه مفرد اللي هو سينجولر مفرد، انف بتيجي مع المفرد والجامع. يبقى ميني جامع، ميني جامع، ميني وماتش مفرد، وانف بتيجي مع المفرد والجامع. طب معناهم ايه اصلا؟ ميني معناه كثير من، وماتش معناه كثير من، وإناف معاه برضو ان هو كافي، يعني في قدر كافي من الحاجات دي معانا. يبقى ايه؟ ميني وماتش وإناف، كثير من وكثير من وكثير من. طب نقرا الامثله بتاعتهم. اقرا لي يا حسن اول مثال كده مثلا. He has many bags. هو معاه عدد كبير من الشنط، وطبعا لقى كلمة باكس جامع فعشان كده حطينا ميني. يقرا لي احمد جملة تانية، مثال تاني، نظر اكزامبل. She has many bins. هي معاها مجموعة اقلام، وطبعا لما لقينا ميني بنس جامع فخدنا ميني مش ماتش. يلا اللي بعدها يقرا لي يا ساجد كده. He hasn't much sugar. لقينا الشوجر ما بيتعدش مفرد عشان كده اخترنا له ماتش. اللي بعده يلا اقرا لي كده يا سيف. I have many rulers. rulers دي جمع معايا، فبالتالي هتاخد معايا ميني. نرى لي واحدة يا مازن كده. They don't have much tea. التي اللي هو الشاي ما بيتعدش عشان كده خد ماتش. قولي لي جملة كده. We have much sand. طبعا sand الرمال بتتعدى عشان كده هتاخد معانا ماتش. بعد كده في نفس الحلقه دي اطول حلقه فيهم هنشرح اكتر من حاجه. اخر حاجه معانا الروابط، اخر حاجه معانا اللي هي ايه؟ الروابط اللي هي اند وبات وسو اور. اند وبات وسو اور. اند معناها وهي بتربط ما بين جملتين، بات معناها ولكن بتيجي ما بين جملتين عكس بات. وبعد كده خدنا في نفس الحلقه الروابط، قلنا اند معناه وهي بتربط ما بين جملتين متشابهين مش عكس بعض، بط معناه ولكن بتربط ما بين كلمتين جملتين عكس بعض، سو معناها لذلك بيجي بعدها نتيجه، اور معناها او يعني بعمل كذا او كذا، بيكوز لان طبعا بيجي بعدها جمله سبب، واي الرد على سؤال واي لماذا؟ ليه عملت كده؟ بيكوز لان، وببتدي اشرح بعدها السبب. اخر بارت معانا وهو جزء المقارنات. كل اقولها اغنية حلوة قوي كده. عاوزة اقارن بين اتنين صفة اي ار زان، عايزة اقارن حيوانين صفة اي ار زان، عايزة اقارن بين شيئين صفة اي ار زان. طب لو اكثر من اتنين، عايزة اقارن بين واحد ومجموعة، واحد في الفصل حيوان وبقية الغابة حيوانات الغابة، بحط زي والصفة ايه؟ اي اس تي. زي والصفة ايه؟ اي اس تي. زي ذا لاين الاسد از ذا سترونجست انيمال، اقوى حيوان. او عندي كلمة مور زان وكلمة ليس زان، لما بقارن اكثر من واقل من فمقارنة حاجتين. طب لو صيغة التفضيل عدد كبير، ذا موست الاكثر وذا ليست الاقل. اعتقد كده خدنا تلخيص ترم كامل للجرامر في ثلاث حلقات باسهل مما تتخيل.